وزارة المالية تنفي تراجع مجموعة باريس عن إعفاء الديون. تدابير كافية لعمل توازن في الأسعار بالأسواق. مساعي لإنجاح حملة جمع جلود الأضاحي. حياكم الله مشاهدينا لهذه النشرة الاقتصادية من قناة البلد، ونستهلها بأسعار العملات، حيث افتتحت تعاملات أسعار العملات اليوم الثلاثاء باستقرار قياسي في السوق الموازي وسط الخرطوم أمام الجنيه السوداني. فلا يوجد أي تغيير في سعر الصرف منذ مطلع الأسبوع الحالي، فيما يواصل البنك المركزي رفض السوق المصرفي بالنقد الأجنبي. وسجلت أسعار الدولار استقرارا قياسيا اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 567 جنيها مقابل بيع 570 جنيها. عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية ندوة افتراضية حول التمكين الاقتصادي للمرأة، دور المؤسسات المالية الإسلامية في سد الفجوات الحالية. وقال دكتور عبد الإله الأمين العام للمجلس العام: نزع دوما في المجلس العام إلى تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص والتوجيهات الناشئة في الصناعة، ونؤمن بشدة بأن تمكين المرأة هو أحد أهم العوامل التي تساهم في النمو الاقتصادي، ولذلك عمدنا على تسليط الضوء على 3 جوانب للتمكين الاقتصادي للمرأة في التقرير السنوي للمجلس العام. وأضاف الجانب الأول يركز على تمكين المرأة داخل بيئة العمل، والثاني يركز على تمكين المرأة كحد عملاء البنوك الإسلامية، وأخيرا تمكين المرأة من خلال المبادرات الخيرية والاجتماعية. وفي الوقت الحالي يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة عاملا حيويا لدى البنوك الإسلامية لتحقيق الازدهار الاقتصادي، ولذلك باشرت البنوك الإسلامية بتنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف. وكلنا أمل بأن نتائج هذا التقرير ستساهم في تعزيز وتطوير التمكين الاقتصادي للمرأة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميا. وتمثل ندوة الافتراضية منصة حوارية رفيعة المستوى الإطلاق والتمهيدي لتقرير الاستبيان العربي للمصرفيين الإسلاميين للمجلس العام بنسخته 7 تحت عنوان تمكين المرأة، تقييم الممارسات والتحديات الحالية. ويهدف تقرير هذا العام إلى قياس مدى تمكين المرأة في الصناعة المالية الإسلامية، وتقييم أهميتها كعنصر فعال ناهيك على الكشف عن التدابير المتخذة من قبل البنوك الإسلامية لتمكين المرأة سواء في بيئة العمل أو كعملاء للبنوك الإسلامية. التقى والي الولاية الشمالية المكلفة الأستاذ الباقر أحمد علي بمكتبه بأمانة حكومة الولاية بدونغولا بوفد استثماري تركي بحضور مفوض الاستثمار بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح، وتناول اللقاء الفرص الاستثمار في الولاية في المجالات الاقتصادية والخدمية والميزات النسبية التي تتمتع بها في هذه المجالات. وأبدى الوفد الاستثماري التركي رغبته في الاستثمار في الولاية في مجال التعليم بإنشاء مدارس بنظام الداخليات في رئاسة الولاية ومن ثم المحلية. ورحب والي الولاية المكلف بالاستثمارات التركية في الولاية، ووجه بتسهيل كافة الإجراءات للوفد الاستثماري التركي. عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الهيكل الوظيفي للمرحلة المتوسطة بولاية نهر النيل اجتماعها الثاني بوزارة التربية والتعليم بالدامر برئاسة الأستاذ علي محمد علي العطا رئيس اللجنة، وناقش الاجتماع مقترح الهيكل الوظيفي للمرحلة المتوسطة، والذي يتكون من مدير عام الإدارة العامة للتعليم المتوسط يعاونه مدير فني ومساعد إداري، ويقع تحت إشراف المدير العام لوزارة التربية والتعليم، ويتولى مهمة الإشراف على كافة الجوانب الإدارية والفنية لإدارة المرحلة المتوسطة إلى جانب رسم السياسات العامة للخطط الخاصة بالإدارة بالتنسيق مع مديري إدارات المرحلة المتوسطة بالمحليات، والإشراف على فتح المدارس المتوسطة واستيعاب التلاميذ الناجحين في الشهادات الابتدائية وغيرها من المهام التي تضمنها الهيكل الوظيفي للمرحلة المتوسطة على مستوى الرئاسة والمحليات. كما ناقش التصوير المقترح للهيكل الوظيفي للمرحلة المتوسطة المعايير الخاصة باختيار معلمي المرحلة المتوسطة، والتي ركزت على استيعاب الكافئات من المعلمين الذين سبق لهم العمل بالمرحلة المتوسطة وتلقوا جرعات تدريبية أو حصلوا على مؤهلات تربوية. وراعى مقترح الهيكل الوظيفي للمرحلة المتوسطة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالعمل الإداري وشؤون العاملين والمسائل الفنية المتعلقة بتحديد الربط المقرر من المعلمين والعمال بكل مدرسة.
اتفق والي ولاية شرق دارفور مولانا محمد آدم عبد الرحمن ووفده الذي ضم ناظر عموم المعالي محمد أحمد الصافي ومستشار قائد قوات الدعم السريع الأستاذ عبد الرحمن علي حمدو وعثمان قسم ومفوض النفط والطاقة بحي الدين سليمان وإدارة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بقيادة مدير المصرف المزمل عبد الرحمن على استئناف تمويل المزارعين بمحلية أبو كارانكا بولاية شرق دارفور والعمل على معالجة مشكلة المعسرين بشكل يستعيد أموال البنوك في القريب العاجل. وقال الوالي أن حل مشكلة المعسرين مهم وضروري لضمان استمرار عملية التمويل ومساعدة المواطنين في عملية زيادة الإنتاج والإنتاجية، مبينا أن السبب الوحيد للتعثر يرجع لتدني أسعار شراء محصول الفول في نهاية العام الماضي، مما تسبب في تكبيد خسائر فادحة للمواطنين. من جانبه تعهد مدير مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بتمويل المواطنين ووجه إدارة المصرف بتمويل المواطنين وفق سياسات التمويل الجديدة والعمل على معالجة المشاكل التي تواجه المواطنين. أوضحت وزارة المالية أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تناولت في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس التي تم الاتفاق معها في يوليو 2021 على إعفاء ديون السودان قد تراجعت عن هذا الاتفاق، وأكدت المالية في بيان توضيحي أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماما، حيث أن السودان قد خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في إبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الاتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى إبريل 2023، وقد تمت الموافقة على التمديد، كما أن السودان لم يتلقى أي إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى إلغاء أو تجميد الاتفاقيات. أكد وزير الزراعة والغابات دكتور أبو بكر البشرى خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة الفنية للطوارئ لمعالجة قضايا الانتاج الاقتصادي أن ضعف التمويل تأخر وتأخره يؤثر على الانتاج ويعطل الزراعة، وقال على الدولة أن تضع أولوية قصوى للزراعة باعتبارها المخرج والعالم مقبل على تهديد أمن غذائي، مضيفا أن أولى تحديات الزراعة هي التقاوي التي ترفع الإنتاج، وأكد أن ما خصص من التقاوي 770 مليون ألف جنيه تغطي 10% من التقاوي المحصنة وتعطي لصغار المزارعين. من جانب آخر قالت مهندس بتول عباس وزير الصناعة المكلف إن التحديات التي تواجه وزارة الصناعة هي زيادة الوقود والكهرباء وعدم توفر النقد الأجنبي وإدخال السلع المستوردة ومنافستها بالنسبة للإنتاج المحلي وتمويله. المتحدثون على أهمية وضع وزارة الزراعة في المقدمة وحلحلة كل مشاكلها ووضع ميزانية تعالج الأزمات المختلفة والتركيز على السياسات الداعمة وتسهيل التمويل التجاري. عقد مجلس إدارة شركة الخرطوم للأمن الغذائي اجتماعا برئاسة والي ولاية الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والمدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الصناعة والتجارة، حيث تم اعتماد تعيين إنصاف أحمد دلدوم مديرا للشركة. وأكد والي الخرطوم رئيس مجلس إدارة الشركة أن شركة الخرطوم للأمن الغذائي واحدة من الآليات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وعليها اتخاذ تدابير كافية لعمل توازن في الأسعار بالأسواق وإحداث شراكات مع القطاع الخاص المنتج لتطوير وزيادة مراكز البيع المخفض وتوفير امدادات مستمرة من السلع لهذه المراكز. كما أمن المجلس على ضرورة أن تعمل الشركة على توسيع مظلة انشطتها والبحث عن تمويل يمكنها من تحقيق الانتشار الجغرافي في كل أنحاء الولاية. تم بوزارة الزراعة والغابات التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية في شهر نوفمبر المقبل للعام 2022. ووقع عن جانب الوزارة دكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات، وعن جانب الجائزة الدكتور عبد الوهاب زائد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية للنخيل. وقال الوزير البشرى إن الاتفاقيات في إطار التعاون المستقبلي
المستمر بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الذي انعكس في النجاح الذي حققته الدورات الثلاثة السابقة للمهرجان. وأوضح أن الاتفاق يستهدف التنسيق لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية بالخرطوم بهدف تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، مبينا أن منتجات التمور السودانية جافة من أجود التمور. وأكد الوزير استعداد وزارته لاستضافة المهرجان بالخرطوم، مستعرضا الأوراق والبرامج التي ستقدم في المهرجان والتي تشمل الشتلات النسيجية ومعدات تصنيع وتعبئة التمور وتقنيات وخدمات زراعية النخيل والتوعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور وعرض أفلام متخصصة وكتب وإصدارات علمية عن النخيل والتمور ولوحات فنية وصور. بحثت الأستاذة هنزة عبد الله أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة بالولاية الشمالية جملة من القضايا التي تواجه العمل السياحي بمحلية وادي حلفة وضرورة إحكام التعاون والتنسيق بين المجلس والمحلية بما يساهم في تطوير قطاع السياحة والاستفادة من هذا القطاع المهم في دعم مجالات العمل المختلفة. جاء ذلك خلال زيارتها إلى محلية. على صعيد آخر التقت الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة بالشمالية بالعاملين بمكتب السياحة بحلفة وتفقدت عددا من المنشآت السياحية والإيوائية بالمحلية. وأكدت الأستاذة هند عبد الله في تصريح لسونا أن زيارتها للمحلية تأتي في إطار الزيارات التفقدية لمحليات الولاية السبعة للوقوف على سير العمل والأداء بها وتلمس المشاكل والتحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل ترقية وتطوير العمل السياحي بجانب ربط المحليات بالمجلس الأعلى للسياحة وصولا لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة والمشروعات السياحية بالولاية الشمالية. أكدت وزيرة الصناعة المهندس بتول عباس عوض علام رئيس لجنة الحملة القومية لجمع جلود الأضاحي اهتمام الدولة بقطاع دباغة وصناعة الجلود موجهة بضرورة حشد الجهود لتنفيذ الحملة. جاء ذلك خلال ترأسها الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لجمع جلود الأضاحي بمكتبها بوزارة الصناعة معولة على زيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير وتأكيد اهتمامه بصناعة الجلود. وخلال زيارته التفقدية مؤخرا للمدابق برفقة وزير التنمية الاجتماعية وعدد من الخبراء في مجال الدباغة حيث أكد من خلالها اهتمامه بصناعة الجلود ورعايته للحملة. وفيما أكد عضو غرفة وصناعة الجلود وحاضنة الجلود وأصحاب المدابق والأبحاث العلمية وتجار الجلود أنهم على أهب الاستعداد للتنفيذ للحملة باهتمام ومتابعة عبر التنسيق التام بين الجهات المختصة والتواصل مع نقاط التجمع المعروفة. أكد المهندس أبو بكر عبد الله الوزير المكلف لوزارة البنى التحتية بولاية الجزيرة لدى مخاطبته بمركز تدريب هيئة مياه الولاية بمدني ختام الورشة التدريبية التي استهدفت 16 متدربة من المهندسين وضباط الرصد والمتابعة برئاسة هيئة المياه والمحليات في مجال برنامج إكسل المتقدم على أهمية التدريب لترقية في خدمات المياه. وكشف عن التعاون مع الجمعيات والمراكز المختصة في مجالات التنمية البشرية لتدريب العاملين بالوزارة معلنا حرصه للمساهمة في تأهيل وتطوير مشروعات المركز. من جهته أعلن المهندس محمد العوض الجاك المدير العام لهيئة مياه ولاية الجزيرة أن الدورة تهدف لتطوير مجالات الرصد والمتابعة وتوفير الجهد والوقت في المعاملات. أكد الأستاذ عبد الكفيل العدناني مفوض العون الإنساني بولاية القضارف استكمال الترتيبات الإدارية والفنية لبدء تنفيذ برنامج الغذاء العالمي بالولاية والذي يستهدف 6 محليات. وكشف العدناني في تصريح لسونا استهداف عدد 38,344,000 أسرة بالمواد الغذائية الأساسية لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوليو حتى أغسطس بأكثر من 1 تريليون جنيه بدعم من برنامج الغذاء العالمي. وأشار العدناني إلى أن مشروع الدعم يأتي لسد الفجوة الغذائية في عدد من ولايات السودان لأكثر من 18 مليون شخص واستهداف الأرامل وكبار السن والأيتام فضلا عن مقابلة التدفقات الكبيرة للاجئين بشرق السودان. استمع مجلس إدارة شركة دواجن بحر الجزيرة في اجتماعه برئاسة الشركة بمنطقة الألتي بمحلية الكاملين برئاسة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبوشوك مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية
الوزير المكلف رئيس المجلس استمع لتقرير مفصل من الأستاذ فيصل أحمد محمد مدير عام الشركة المكلف حول عمل الشركة والعقبات التي اعترضت الأداء في الربع الأول من العام الجاري. وذكر في التقرير أن الإنتاج الفترة تراوحت ما بين 7 إلى 9 طن فراخ يوميا بجودة عالية، مؤكدا استمرار الجهود لزيادة الإنتاج وأرجع زيادة كلفة الإنتاج للمتغيرات الكبيرة في سعر من جانبه. امتدح المهندس عبد المنعم خليفة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الرئيس المناوي لمجلس الإدارة مجهودات العاملين ودورهم الفاعل في تطوير الشركة، مؤكدا على دعم المجلس للشركة. أكد الأستاذ موسى جبر محمود والي جنوب كردفان المكلف اهتمام حكومة الولاية بالنشاط الزراعي باعتباره الخيار الأول والرافد الرئيسي للاقتصاد الكلي للسودان، وقال إن حكومته أعدت خطة تحضيرية منذ مطلع أبريل الماضي استعدادا لبداية الموسم الزراعي للعام 2022، وذلك بتشكيل لجنة عليا لإنجاح هذا الموسم. وأضاف جبر أن الولاية تستهدف في هذا العام زراعة 5 ملايين فدان من المحصولات الزراعية المختلفة، منها 3600 فدان زراعة آلية داخل وخارج التخطيط بجانب 1600 فدان زراعة تقليدية. وكشف الوالي أن 80% من سكان هذه الولاية يمارسون النشاط الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني، منوها إلى أن متطلبات الإنتاج المتعلقة بوقود الجازولين والتقاوى المحسنة فضلا عن التمويل لصغار المزارعين سيتم عبر البنك الزراعي، مبينا بأن معدلات الهطول للأمطار الغزيرة مبشرة للموسم لخريف كبير. نهاية هذا العرض، نعود ونذكر بآخر العناوين. وزارة المالية تنفي تراجع مجموعة باريس عن إعفاء الديون. تدابير كافية لعمل توازن في الأسعار بالأسواق. مساعي لإنجاح حملة جمع جلود الأضاحي. شكرا لكم لحسن المتابعة، ويمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاصيل. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.